بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل مع بعض النهارده ان شاء الله كفته بالبرغل. عندنا هنا حوالي 60 جرام من البرغل، هناخده نغسله كويس جدا ونرجع مع بعض ان شاء الله. احنا غسلناه، هننقعه بس حوالي ربع ساعه في الميه او 10 دقائق ونصفيه كويس ونرجع مع بعض. هنا 500 جرام من اللحمه، هنا لحمه مفرومه، هنا بصلتين مقطعين وثلاث فصوص ثوم، عندنا توابل المحببه ليكي، يعني انا حاطه هنا ملح، كمون، فلفل وبابريكا وبصل بودره وثوم بودره اللي حابب يديك شطه حط. عندنا مصفين البرغل كويس مش في اي ميه. هنبدا ان احنا ناخد المكونات دي كلها كده وندمجها في الكبه بتاعتنا، نفرمها تاني. يعني بعد ما فرمناها هنضيف 50 جرام من الدهن اللي عندنا، ممكن يكون ليا او اي دهن انت تستعمليه، وندمجها كلها مع بعضها. ده كده بعد ما احنا يعني دمجنا الدهن بتاعتنا وهندمجها زياده، بس باقي ان احنا هنضيف بيضه مخفوقه وندمجهم مع بعض. باقي بس ان احنا نغطيها وندخلها التلاجة نص ساعه. هنجهز بقى معانا اللي احنا هنعمل فيه الكفته بتاعتنا. احنا عندنا هنا دي شوايه بتتحط على البوتاجاز، طبعا نغلف هنا بورق الومنيوم ونحط كده وهنطيبها بالشكل ده. طب وفرضا انا ما عنديش، يعني ما عنديش شوايه بس عندي، بجيب صينيه برده واحط عليها كده الشبكه بتاعتنا دي كده. طب وفرضا بقى انا ما عنديش كمان الشبكه اساسه بقى كمان، احنا نعملها هنا على طول. تمام، فاحنا هنجرب دي وهنجرب دي قدامنا دي. بس كده احنا عندنا هنا بطاطس، احنا انا احب ان انا اسلقها لاني بتاكد انها طابت كليا. يعني ودي عباره عن بطاطس عندنا احنا سلقناها، طبعا نص سليق. انا هرصها هنا كده، هحطها في الفلفل. احط لها شويه توابل انا اللي بحبها، كمون، شويه بصل بودره، نحط بابريكا كمان. هنا نص كوبايه ميه، احط فيها معلقتين من صلصة الطماطم، اضيف بس معلقة كده على الوش، كده بقى الصينيه دي جاهزه معانا ان انا بعد كده هصبع الكفته وان انا ارصها فيها. عندنا هنا برضه هحط شويه ميه، هي نص كوبايه فيها شويه ملح، احط هنا شرايح ليمون، هنا طبعا الكفته بتاعتنا دي بعد ما طلعناها من الثلاجة. عندي شوية نعناع هنا ناشفين، او لو عندك اخضر حطيهم، دوبعا نكهة حلوة. كده دي اول جزئية كده تعتبر كده اكتملت معانا زي ما انتوا شايفين. ادينا هنا معلقة
وكده الصينيه اللي هتدخل فرن كده هي جاهزه معانا. هنا طبعا مش محتاجه ان انا اغلف الصينيه بورق فويل، لان هو اساسه انا حاطه هنا ميه معايا مع البطاطس، فهي البخار بتاعها هيطيب معايا اللحم. اما لو انت حطيتي البطاطس كده بشويه صوص طماطم بسيط وهي مسلوقه برضو البطاطس معاكي، وحطيتي الكفته، لازم تغلفيها بورق الفويل من فوق عشان تسيب معاكي وهتطيب بكل سهوله. استنوا بقى احنا هندخلها الفرن وهنوريكم التانيه وهي بتطيب على النار ونشوف الاخبار ايه. دي طبعا احنا حطيناها على النار اهي عشان تستوي، بعد 10 دقايق هنقلبها ودخلنا التانية الفرن. طبعا هنسيبها معانا لحد ما تستوي خالص. دي شكلها طبعا هي دي اللي عملناها على الشواية فوق ونار البوتاجاز، ونشوف مع بعض التانية. ودي شكل اللي هي اتعملت عندنا في الفرن.